السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معانا فيديو جديد عن هل يحدث حمل قبل الدورة بأربعة أيام أم لا للإجابة على هذا السؤال نجيب أولا على سؤال متى يحدث الحمل تحديدًا يحدث الحمل في يوم نزول البويضة أي يوم الإباضة ولكي يتم حدوث الحمل يجب الجماع بانتظام قبل يوم الإباضة المحتمل بعدة أيام وحتى بعد يوم الإبادة المحتمل بعدة أيام ولمعرفة يوم الإبادة المحتمل فهو عن طريق عملية حسابية بسيطة وهي طرح 14 يوم من موعد الدورة الشهرية المقبلة فإذا كانت الدورة الشهرية المقبلة مثلا يوم 24 من شهر معين فإن يوم الإبادة المحتمل قد يكون يوم 10 من نفس الشهر ولضمان حدوث الحمل كما ذكرنا فيجب الجماع قبل يوم الإبادة وبعده بعدة أيام بانتظام لذلك فإن فرصة حدوث الحمل قبل الدورة بأربعة أيام هي فرصة ضئيلة جدا قد تكون معدومة في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمون بلايك وكومنت وشير الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ